تحت عنوان صحة القولون تبدأ من الفم، دراسة يابانية حديثة كشفت إنه كتير من أمراض القولون يسببها انتقال بكتيريا من الفم إلى القناة الهضمية، وإن بعض أنواع البكتيريا اللي بتعيش في الفم بانتقالها إلى مواضع أخرى في القناة الهضمية كالأمعاء والقولون تؤدي إلى نشاط إحدى خلايا الجهاز المناعي المعروفة باسم تي هبلر 1، واللي بتهاجم بدورها مادة الميلين اللي بتكسو الأعصاب وتسبب عدد من أمراض القولون الالتهابية زي داء كرون والتهاب القولون التقرحي. أهلا بيكم، النهاردة يوم مهم جدا مع قمة علمية كبيرة في عالم الجهاز الهضمي والمناظير. موضوع النهاردة مهم قوي، القولون العصبي يا جماعة موضوع شديد الأهمية، ولا يقدر حجم مشكلة القولون العصبي إلا اتنين: المريض بطبيعة الحال لأنه هو زي اللي بإيده في المية طبعا مش زي اللي إيده في النار يعني، وده إيده في النار جامد يعني، والدكاترة المتخصصين في عالم المناظير وفي عالم القولون العصبي وفي عالم الجهاز الهضمي، هم برضو عندهم القدرة أنهم يحددوا مدى رزالة هذه المشكلة، مدى خطورة هذا الأمر. تم تقول لي خطورة، هنعرف هل القولون العصبي له خطورة؟ هو طبعا له خطورة بديهية اللي هو بيبوظ حياة الإنسان، الإنسان مش عارف يعيش، بيعرفش يعمل أي حاجة، حياته كلها متألم منزعج 24 ساعة في 7 أيام. مغنين ومطربين وممثلين ونجوم في العالم كله عانوا، بس خلي بالكوا الرياضيين نادرا ما يعانوا من القولون العصبي، الرياضي المحترف ما يقولوش قولون عصبي، لكن مثلا مغنية البوب الأمريكية شيريل سيركسيان قالت حكت إنها عندها قولون عصبي، زيها بالظبط عارضة أزياء اسمها تايرا بانكس برضو نفس الكلام قالت إنها عندها قولون عصبي. وشوف تعبير الحزن بقى والإحباط اللي موجود في عينينهم وأجسامهم طبيعية، يعني ما أقول مثلا تايرا بانكس دي يعني عارضة أزياء موديل. كمان ممثلة أمريكية اسمها كريستين دانست، كل دول اتكلموا على ان القولون العصبي بالنسبه لهم يعني يهدد حياتهم الطبيعيه، ان هو يهدد كل شيء بيمروا بيه، ما يقدروش يشتغلوا، ما يروحوش اوقات شغلهم في التايمنج المظبوط، بيتاخروا دايما، عندهم اكتئاب، قلق نفسي. هو ده طبعا مرتبط بالقولون العصبي جدا. لكن في 500,000 سؤال حول القولون العصبي هنطرحهم النهارده وهنجاوبهم، بس الاول اسمحوا لي ارحب بضيفي العزيز النهارده، واحد من قمم عالم المناظير والجهاز الهضمي النهارده، القمه العلميه الكبيره والاسم القدير الكبير اللي بسعد جدا بقبول دعوتنا، الاستاذ الدكتور عمرو المستكاوي، استاذ الجهاز الهضمي والمناظير بكليه الطب، استشاري الجهاز الهضمي، صاحب دكتور امراض الكبد والجهاز الهضمي والمناظير، عضو جمعيات الاوروبيه والامريكيه واليابانيه لامراض الجهاز الهضمي والقولون. اهلا بيك يا دكتور عمرو، منورنا وسعيد جدا بهذه الزياره. انا دايما وسعيد جدا مع حضرتك مره ثانيه وسعيد مشاهدينك. انت اخترت النهارده ان تتحدث عن القولون العصبي، ودي لاول مره يمكن في برنامجنا نتكلم بالقولون العصبي على مستوى كمان المناظير تحديدا. كمان ما معنى القولون العصبي؟ كلمه صغيره ولكن موضوع كبير جدا. تمام، واعتقد الساده المشاهدين ومستمعينك ومشاهدينك دلوقتي هيعرفوا ايه يعني كميه الالم والحزن والانزعاج اللي بيحسوه القولون العصبي. وللمفاجأة القولون العصبي مش مرض، احنا ما عندناش مرض اسمه قولون عصبي، مفيش حاجه اسمها ريتبل باول ديزيز، ولكن ريتبل باول سندروم متلازمه، مجموعه من الاعراض بتيجي لمريض معين او شخص معين. تمام، من صنفه انه قولون عصبي، وهو حاجه من الصعوبه جدا جدا تشخيصها، وكمان بتتشابه كتير جدا مع كتير من امراض الجهاز الهضمي سواء الحميده سواء الخبيثه. وعشان كده كلمه ان هي نشخص قولون عصبي ده بيبقى محتاج مننا مجهود كبير جدا وفحوصات كبيره جدا عشان اوصل لكلمه قولون عصبي. الاعراض التي تنذر او تقول ان هذا الشخص عنده قولون عصبي، وسؤال تاني يعني متى يبدا القولون العصبي في حياه الانسان؟ هل يبدا متاخر؟ ممكن واحد يعيش حياته عادي وعند سن 40 سنه يجي له قولون عصبي؟ طيب انا هبدا من الاخر الاول. احنا طبعا كنا زمان بنصنف الناس ان هم لما يكبروا بيبقى في ضغوط عليهم الحياه وكلام من ده فبيجيهم الاعراض، ولكن دلوقتي أصبح في كل الأعمار من الطفولة. تمام، الاسترس اللي موجود والتطلعات والطموحات اللي موجودة والخوف من المستقبل والسوشيال ميديا وحياتها بتخلي الناس الصغيرين حتى يجيلهم قولون عصبي. أصبحنا نشوفه في سن العشرينات والعشرات كمان. تمام، أما إيه الأعراض اللي تنزلها؟ لا، هي مجموعة من الأعراض، ما فيش عرض واحد وكلها متشابهة مع جميع أعراض الجهاز الهضمي. أولهم الألم، والألم بتاعنا له مواصفات خاصة، مش أي ألم، ألم بمعظم أيام الأسبوع معظم أيام الشهر لمدة كبيرة جدا 3 شهور أو أكثر.
الألم ده ممكن يزيد أو يقل بالتبرز، يعني ممكن أنا ساعة تبرز يزيد الألم وساعة التبرز يقل الألم. مصاحبة أكيد أكيد انتفاخات وغازات في القولون المشكلة الكبيرة جدا يعني، وتغير في كمية نوعية توقيت البراز. المجموعة دي كلها بنسميها متلازمة قولون عصبي. بنشخصها فين؟ بنشخصها بعد استبعاد كل الأمراض العضوية التي تتشابه معها. ولكن بقى لو أنت بتقول لي إيه الأعراض الخطيرة، تمام، ما ينفعش واحد يبقى عنده نزيف من الشرج بقول عليه قولون عصبي لأول مرة، ما ينفعش. أو واحد عنده كان سليم جدا وعنده بس إمساك شديد أو إسهال شديد، تغير شديد في الإبراز، لا، لازم أستبعد كل ما هو غير عصبي هكذا. وبالمناسبة بقى الناس فاهمة برضو قولون عصبي بيجي الناس العصبيين، لا، سيادتك هادي جدا وقد تكون عندك أعراض قولون عصبي، هو القولون هو اللي عصبي مش الإنسان هو اللي عصبي، وده مكون من مكونات البني آدم الأساسية في خلقته. ولذلك في بعض الأسر 10 2 منهم عندهم أعراض، 8 راحوا فيه. زمايلي في الشغل بناكل نفس الأكل ومتعرضين نفس الاسترس وواحد عنده المشاكل، أهل بلد كلها بياكلوا نفس الأكل عندهم نفس المشاكل كلها وبعضهم عندهم الأعراض. فهو المشكلة في القولون العصبي هو تكوين البني آدم جوه وعلاقته بالمخ، لأن احنا عندنا البرين، تمام، المخ بيصدر إشارات تنظم حركة وإفراز كل شيء في الجسم. لقوا بالفحوصات والأبحاث إن في عندنا برين صغير كده اسمه ليتل برين، تمام، في البطن بيتحكم في الجهاز الهضمي، بيتصرف لوحده. ممكن يبقى الإنسان رايق جدا وعنده أعراض، عصبي جدا ما عندوش الأعراض، واكل وحش جدا ما عندوش الأعراض، واكل حلو جدا وعنده الأعراض. عشان كده صعوبة كبيرة جدا جدا إن احنا نشخص قولون عصبي، مش كلمة سهلة بتقال في صيدلية ولا في أتوبيس ولا في مكتب. ده الدكتور المفروض مننا وخصوصا الدكتور الجهاز الهضمي لازم يستبعد كل ما هو ما عدا القولون العصبي عشان اقول له قولون عصبي، فمش بالساهل كده يعني. فهو مرض الاستبعاد وليس التشخيص. مش هنعرف نعمل حاجة أشعة حتى منظار حتى تحليل اقول لك ايوه ايوه انت عندك قولون عصبي كده اطلاقا. انا اعمل اشعه وتحليل وفحوصات ومنظار عشان استبعد ما هو غير قولون عصبي، اقول لك والله احنا ما لناش اي حاجه وانت تمام زي الفل، فانت عندك مشكله في قولون عصبي. في مجموعه امراض تتشابه مع القولون العصبي في اعراضها، يعني مثلا السيرات فكولايتس، نعم، امراض المناعيه، نعم. الحكايه دي بتلخبط، لذلك تشخيص مراكز المتخصصه اهم حاجه عندهم ادوات التشخيص والتفرقه. ده صحيح. لا هو انا هنزيد عليك ان انت كل اعراض القولون العصبي تشبه مع كل امراض الجهاز الهضمي كلها. احنا الجهاز الهضمي ايه اعراضه اصلا؟ الالام، تغير في البراز، اسهال او امساك، الانتفاخات وهكذا. ولكن احنا عندنا بقى امتى بقى توقع قولون عصبي؟ لو كان ده السؤال، تمام، احنا عندنا فئات عمريه، احنا عندنا صغير ومتوسط في العمر وكبير في العمر. الصغير قوي والكبير قوي ما ينفعش اقول عليهم قولون عصبي، لازم فحوصات لان يتشابه مع التهابات القولون والأمعاء الدقيقة، تمام؟ وممكن الطفل أو الشاب الصغير ده يغيب سنين طويلة بتعالج إنه قولون عصبي، وفي آخر المطاف يروح لحد من الجهاز الهضمي متخصصين يقول عايزين نعمل لك منظار قولون، يكتشف إنه ما كانش قولون عصبي ولا حاجة. ولذلك يكتشف إنه هو مرض مناعي، مرض مناعي ومرض التهاب شديد وهكذا. ليه بقى؟ لما ممكن يتساب لحد ما يروح للمضاعفات وليس للأعراض، تمام؟ بالنسبة برضو للناس الكبار في السن بعد سن 50، فلو بدأت أعراض بعد سن 50 ما ينفعش أقول عليه قولون عصبي، لان احنا عندنا برضه تعارف بعيد عن شرع عن جميع الامر هو اورام. ما ينفعش اقول بشكل مباشر كده بشكل تلقائي ده قولون عصبي، بيستسهل ودفع المريض ثمن غالي. ثمن غالي جدا، لو هنشوف في الفيديوهات الجايه ثمن غالي جدا، الام في البطن، معلش، قولون قولون قولون، لحد ما يجي بقى يعني علامه منذره زي نزيف الشرج، نقص في الوزن، نعمل بقى المنظار، لا ما كانش قولون، ده كان فيه شيء وتطور وراح لمناطق ثانيه. فعشان كده المريض بتاعنا هو دي المشكله الكبيره صراحه، ان عارف المريض برضه الظروف النفسيه والخوف من المناظير والخوف من التكلفه والكلام كله بيحب يستسهل ان علاج يريحه. انا في كلمه بقولها للمرضى في عيادتي، انا مش عارف هي صح ولا لا، انا مش مهمتي اريحك، انا مهمتي اشخصك. يريحك ده صيدلي يريحك او مخدرات يريحك او مسكن يريحك، انما انا مهمتي اشخصك الاول، التشخيص اولا ثم العلاج بعد كده، ممكن يكون عندي ومش عندي. هو ممكن تعدلها له شويه، تكمل له الجمله، تقول له واللي انا بعمله هو الحقيقي اللي هيريحك، يعني كملها له عشان برضه كلمه يريحك دي بتريح الناس. اصل هو الناس فاهمه او كتير من المرضى فاهمين ان احنا هنديهم كبسوله هيبقوا تمام. مسكنات، مسكنات مفيش في الطب الواقعي الحقيقي، مفيش. اقول اسباب ولا عوامل؟ يبقى عوامل. اسباب مش هنعرف نتكلم فيها خالص، لا انا ولا انت ولا بره ولا جوه. مفيش اسباب لانه محدش عارف، محدش عارف يعني. ولو عرفنا هنخلص الامور. ولكنها العوامل اللي بتاثر عليه بقى، احنا قلنا الاسباب دي خلقت ربنا، علاقه شاذه بين المخ والمخ الصغير في الامعاء،
وعلاقه شاذه بين تاثير الـ 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 الامر للامعاء. يعني الامعاء بتاعتك انت بتاخد امر بالافراز والحركه بسيط، ولكن عندك انت لو عندك قولون عصبي بيبقى الامر مبالغ فيه. تعرف تعريف الحساسيه ورد فعل غير طبيعي لمؤثر طبيعي. انا باكل طعميه كل يوم مش معنى النهارده، طب فلان بياكل طعميه مش معنى انا، طب فلان بياكل فول مش معنى انا، هو رد فعل غير طبيعي لمؤثر طبيعي. فعشان كده العوامل اللي بتاثر فيه، العوامل بقى اللي بتاثر في جسم البني ادم عامه يعني، وممكن نقسمها الى ثلاث حاجات. هي المزاج طبعا، الحاجات اللي فيها اكتئاب، الحاجات اللي فيها ستريس، الحاجات اللي فيها زعل حزن، لا الحاجات اللي فيها فرح وحب وشوق واشتياق وكلام جد، اي حاجه تاثر على المزاج تمام، اي حاجه تاثر على الاكل، اي حاجه تاثر على بكتيريا الامعاء، لان احنا عندنا عامل جدا ننساه جدا البكتيريا الامعاء. احنا عندنا زي ما قلنا الحلقه اللي عدت، احنا عندنا 100 تريليون، وده رقم مش جزافي، رقم حقيقي، 100 تريليون بكتيريا، 90% منهم في الجهاز الهضمي، لهم افرازات ولهم عوامل جدا، وال10 سنين جايين يحملوا تفاؤل ان احنا لما نعرف حقيقتهم هنعرف نعالج الناس كلها من معظم الامراض تمام. ولكن تغيرها، انا سافرت السعوديه، سافرت لندن، سافرت امريكا، بيتغير مكون البكتيريا بتاعتي فبيتغير رد فعل بتاعي. انا اكلت اكله فيها بكتيريا من عند واحد تاني تمام، تلوث وكلام من ده، بيتغير مكون البكتيريا بتاعي. فالحكايه فيها عوامل كتيره جدا، ولكن الاكل والبكتيريا والمزاج اهم ثلاث عوامل يحيطوا بالايه البني ادم. ضيف على ذلك بقى، انا خدت دواء اثر على القولون التهاب، طب تقلص على التهاب غير تقلص على قولون سليم تمام. مرض، عملت عمليه اثرت الامعاء، اثرت القولون بتاعنا غير ما يكون القولون طبيعي. الوسائل التشخيص ايه ودور المنظار ايه؟ تمام، هو التشخيص كلينيكي بحت، يعني عشان اتوقع ان ده قولون عصبي او لا، ان انا مجموعه الاعراض تيجي مع بعضها في انسان ما عندوش اعراض خطيره تمام، وابذل قصارى جهدي كدكتور ان استبعد العوامل الثانيه او الامراض الثانيه، وخصوصا في صغار السن وكبار السن. لا، دور المنظار دور شديد جدا. احنا عندنا حالات ياما كنا فيها قولون عصبي وانتفاخات والام، لما عملنا المنظار لقينا فيه التهابات والتهابات متقدمه كمان تمام، وده في السن الصغير قوي او السن الكبير قوي برضه. يعني احنا عندنا تو بيكس للالتهابات الامعاء، اللي هو العشرينيات والخمسينيات تمام. فيجب في الاثنين دول لو بدات الاعراض نستبعد ال كده. ده دور المنظار كمان، الناس اللي عندهم 50 سنه فاكثر وبدات الاعراض، لا استبعد ان في عندها زوايد لحميه او غيره، استبعد ان يكون لا قدر الله اورام او غيره، استبعد ان يكون في سبب زي جيوب القولون او غيره. فمنظار قولون مثلا، المنظار ده لصديقي بالمناسبه تمام، وده غاب سنين سنتين اتحايل عليه يعمل منظار قولون، اللي عنده الام في البطن، الام في البطن. طب يا حبيبي نعمل منظار قولون، هو كان راجل 30 يعني تمام، مش راضي، لحد ما جاء نزيف خلاص، دخلنا في المضاعفات، دخلنا لقينا هذه الزياده اللحميه الهيوج الكبيره جدا جاينت تمام. طبعا دي لما حللناها وخدناها وحللناها لقينا فيها تغير شديد جدا، فاصبح يعمل منظار كل 6 شهور، اللي كان خايف يعمله مره واحده بقى بيعمله كل 6 شهور كل سنه، عشان خوفا ان تظهر واحده ثانيه، لان دي كان فيها هاي جريد ديسبليزيا داخله على ورم، تغيرات داخله على ورم. سهل جدا ان يعني دي لحميه قابله انها تتحول الى ورم. نعم، دي ادينوما تمام، ودي فيها 10% تمام تتحول الى اورام خبيثه. خبيث. زي في المنظار، منظار في 5 دقائق اكتشفناها تمام وشلناها بمنتهى الامان قبل ما تتحول، قبل ما يحصل مشاكل. معظم الاورام تبدا البدايه البسيطه دي، ودي بقى لها سنين، زي ما قلت لك سنتين ثلاثه كده بالمنظار اتقطعت تمام، وهناخدها بالمنظار نطلعها ونحللها في الشبكه. في الشبكه تمام. طب هو كان هيبقى سنتين كمان او سنه كمان، هندخل بقى في المراحل اللي بعد كده الاورام. هنا التشخيص المبكر والتصرف، ما كانش حد هيعرف ان في لحميه بهذا الشكل قابله انها تتحول للرحم باي نوع من التشخيص. نعم. وسائل التشخيص الا المنظار، الا المنظار، لان برضه حتى احنا بنتكلم في الاشعاعات المقطعيه والرنين وحاجه اسمها انتجرافي تمام، كرونوجرافي تمام، بتظهر 70% من الزوايد الكبيره قوي. طب الصغيره قوي، انا مديك دكتور ان احميك من الصغيره قوي، مش اشيلك الكبيره قوي. الكبيره قوي انت وحظك انت ونصيبك تمام، نتاخر شويه زياده عن اللازم تتحول. وفعلا كان دي فيها تحولات، وده راجل صديقي، صديق دكتور وكان شغال في مستشفى ومعاند ازاي، محال بقى الناس اللي مش شغالين دكاتره ولا مشغالين في مستشفيات ولا عارفين تمام. فانا متقدر وعارف خوف المرضى وعارف ان هي البانيك بتاع المنظار، ولكن لا، في وعي دلوقتي شديد جدا جدا. انا ما اعرفش التخوف من المنظار ليه يعني، هما بيتخوفوا من المنظار يعني. لو بنتكلم فيها بقى، احنا كان عندنا ايام زمان مين بيعمل منظار في الثمانينات والتسعينات؟ كان فقط مريض الكبد اللي بينزل، ما كانش لسه الامور تطورت كده. مين بقى اللي بينزل في مريض الكبد؟ الناس اللي في الارياف. طب هو لما ينزل في ريف في قريه، على ما يجيب عربيه ويركبوا مع بعض ويروحوا للدكتور غالبا 2 ساعة،
اتنزف خلاص راح الراجل يدخل المنظار قد يحصل له يتوفى فاصبح اللي بيخرج من المنظار يتوفى ده وكان المنظار هو التوفى. لا هو بيبقى قصه دي قصه لازم تعمل فيلم درامي. وبرده عشان برده نكون حقانيين يعني احنا برده خبرتنا في المناظير من الثمانينيات وجاي اساتذتنا الكبار اللي علمونا على راسنا من فوق لا كانت التكنيك صعب كانت التكنيك مش لطيف زي دلوقتي كانت المناظير والتكنولوجيا مش زي دلوقتي اصبح دلوقتي المنظار بيتعمل في 10 دقائق ما فيش اي الم ولا اي الم بعد او قبل او اثناء منتهى الامان ما فيش اي نسبه الا لو كان بقى في مكان مش مظبوط او دكتور مش مرخص او حاجه يعني غير منضبطه يعني ولكن في الانضباط تمام 10 دقائق تحت مهدئ مش مخدر تمام والامور بتعدي في 10 دقائق وعشرات الناس مش مصدقين عملوا منظار. امتى يكون المنظار مانداتوري واجب لازم يتعمل دلوقتي؟ منظار مانداتوري ويعتبر انه مانداتوري يعني لازم ميديكال ميستيك او مال براكتس في حاجتين صغير او جاله اعراض كبير او جاله اعراض واحنا عندنا مجموعه من الاعراض تيجي في جهاز الهضم لازم نقول مناظير نقص الوزن باي عرض الام مش الام كلام دي الاعراض اللي هنقولها دلوقتي دي تخلي المنظار واجب لازم يتعمل ولو ما اتعملش يبقى في خطا في مشكله في مشكله طبي في خطا في التشخيص يعني في تقصير من الدكتور ما عملش منظار ليه مظبوط تغير في البراز بعد سن الخمسين اول حاجه نقص الوزن في اي عرض في اي عمر في عرض انا الم من غير من غير مبرر يعني انا مش بعمل ريجيم مش عامل حاجه مش باكل مش عملت عمليه مثلا تمام انما نقص الوزن بدون مبرر مع اي عرض في القولون لازم اعمل منظار لازم منظار سن 50 الناس اللي عندهم اسهال شديد او اسهال مدمم في اسهال بدم تمام لازم يعمل او اجتماع احد الاثنين مع بعض بقى يعني واحد عنده نزيف وعنده نقص في الوزن ده يعني فاضل ايه تمام فعشان كده احنا على قد ما نقدر نبقى حريصين جدا واحنا لما بنعمل منظار مبكر ويطلع سليم افيد من مره المنظار اللي قدامنا ده اتساب لحد ما بقى في مشكله طبعا ده دم كله وده نزيف تمام لما هنمشي شويه بالمنظار هنعرف سبب ايه لو انت شايف اللي فيه زي اخرام كده زي جيوب في القولون تمام دايفرتيكولوزس هتبان اكتر جيوب قولون جيوب قولون دي بقى لها بتعمل الام في جنب واحد وموضوع كبير ادخل فحص ونشوف ونعمل كام لا ساب نفسه لحد ما نزف طبعا في النزيف بقى احنا وظروفنا احنا وامكانيات الدكتور اللي هيقابلك احنا وموضوع النزيف الشديد ولا مش شديد هياثر الحياه ولا مش هياثر الحياه فانا ما اروحش الكلام ده الطب دلوقتي وقائي ان احمي المريض ان يجيله مش ان انا ما يجيله ساعده فدخل شايف الدم قد ايه ده تجلط دم معناه كميه دم شديده جدا ادي جيوب القولون الخرام اللي في القولون ديت ده زي جيب في القولون وفيه زي وريد او شريان بينفجر طب انا اروح المناطق دي ليه؟ في اساليب اخرى نقدر نتعامل بيها مع مريض القولون العصبي قصدك فحوصات وعلاجات هو بالنسبه للفحوصات احنا اي اشعه هتبقى ناقصه المنظار هو الارض الواقع تمام فده اهم حاجه العلاجات بقى كل العلاجات تدور في ان انا اريح المريض من الاعراض وليس بعالج المرض نفسه لانه احنا مش عارفين سبب المرض لا طبعا وطول ما احنا ما عرفناش السبب مش عارف نعالج الموضوع ولكن بناخد حاجات تقلل المرض شويه تقلل الانتفاخات شويه تحسن البراز شويه لو كان عنده امساك تمام الحاجه الثانيه اهم بالكلام ده كله الخطوه اللي قبل كده اللي هي تنظيم الحياه نفسها واللايف ستايل يتغير تمام اكل كويس واشرب كويس امارس رياضه اشرب ميه كتير ابعد عن التوترات انا بوترني موضوع معين خلاص بلاش منه تمام فيبقى تنظيم اللايف ستايل مع بعض العلاجات اللي بتخفف شويه ولكن هل يزول المرض اذا كان التشخيص صحيح قولون عصبي لا يزول الا بامر الله طبعا تمام اذا كان تشخيص غير قولون عصبي ده هيبقى فيه مضاعفات وندخل في مشاكل بعد كده هل القولون العصبي بعد علاجه او بعد تحجيمه يمكن ان يعود مره اخرى هو بيروحش ما بيروحش مفيش بس الاعراض ترجع تاني تفلير مره تانية انا يعني قليلا جدا نسبه قليله المريض تروح 100% احنا بنقول للمريض احنا التارجت بتاعنا 80% لو 80% انت كده عليك الحمد لله وهو وافق لانه عنده 100% ف 80% 60% ممتاز بالنسبه له اللي هو يبقى عنده انتفاخات بس قليله عنده الام بس قليله بيدخل حمام بطريقه مش محرجه او في غازات بطريقه مش محرجه ولكن تروح 100% قليلا ولو راحت 100% بالتشخيص فيه علامه استفهام الحاله الثانيه ده وراحت 100% وهو قولون عصبي هترجع لا محاله مع اي عامل من العوامل التغير اللي اتغير فيها هترجع تاني. ما هي الرساله التي تود ان تثبت في عقول المرضى او الناس اللي بتعاني من قولون عصبي او من اعراض قولون عصبي؟ هو انا الرساله الجايز اللي حضرتك يعني بتحب توديها لمشاهدينك والناس كلها احنا الام المعده والام القولون واعراض الجهاز الهضمي كلها متشابهه. ويجب ان انت تستشير حد خبير وحد متخصص في الجهاز الهضمي مش امراض الباطنيه، الباطنيه لهم عبء كبير جدا هو يعملوه بس الجهاز الهضمي متخصص في كده.
واحنا لو في عرض لازم اوصل لسبب العرض ده. فالجهاز الهضمي لازم يتعمل له فحوصات كامله وفحوصات معينه ومتخصصه عشان اقول لك ما عندكش مرض عضوي فقول عصر، انما ما اروحش سنه واثنين اتعالج واتفاجئ بعد كده بتشخيص اخر، وخصوصا في فئات العمريه القليله جدا صغيره جدا او الكبيره جدا بعد 50 سنه. تمام، لابد ان انا اعمل فحوصات واطمن ان ما فيش شيء عضوي يؤثر عليا. غير كده للاسف احنا معرضين ان احنا ندخل في مشاكل قد تكون متاخره جدا، يعني قد تكون متاخره طبعا، لان انت عندك الاورام قدر الله، الاورام لما بتيجي ما بتجيش بتقول لك انا ورم، الام قد تكون ابسط من القولون العصبي، الام بسيطه جدا وتغير في البراز قد يكون مش محسوس، وشفنا ناس كتير ما عندهاش حاجه، ده شويه خمول شويه نقص في الوزن والامور جاي تطمن. يعني لما عملنا منظار لقينا من الدرجه الثالثه والرابعه ولقينا في ورمين في القولون مش ورم واحد. تمام، فالناس دي لا ما تخافش من منظار، منظار 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة بكتير تحت مهدئ وليس مخدر، لأن كلمة مخدر برضه دي في الشعب المصري بتعمل لنا يعني وكأننا ندخل مش طالعين تاني. تمام، ولكن الأمور بسيطة وسهلة، والناس زمايلنا كلهم وأساتذتنا وزملائنا على قدر كبير جدا من المهارة. المنظار غير مؤلم وغير مضر وغير بياخدش وقت كتير وبيتعمل في كل مكان وتحت ظروف تحكمية ممتازة جدا. أحرم نفسي ليه من فرصة علاج كويس؟ انت نورت يا فندم، الله ربنا يخليك، سعيد والله معاك، الله يخليك. خلي بالكم من حاجه مهمه قوي، دايما امراض الجهاز الهضمي دي بتفكرني بحاجه دايما، يعني هستغربوا بالعمليات الارهابيه في اي بلد لما ينفذها ناس محترفين قوي. العمليات الارهابيه في البلد لما ينفذها المحترفين بيعملوا حاجه، ده اللي فهمته من الافلام اللي بتفرج عليها يعني. ومن القرايات يعملوا حاجه اسمها كاموفلاج، يعملوا نوع من التوريه من الخداع. صحيح. يعملوا حدث في حته معينه، هم مثلا هدفهم بيضربوا الحته دي فيروحوا جايين على حته بعيده شويه عنها وعاملين حدث كده يلفت الانتباه، وليكن يقولوا اي اشاعه اي حاجه في الحته دي، فتبدا الجهات والقوات والاجهزه تروح للحته اللي هم لفتوا الانتباه ليها في الاول باعراض معينه بشكل معين، ويروحوا منفذين عملياتهم في حته تانية خالص بعد ما يكون اوريدي عملوا لك كاموفلاج. امراض الجهاز الهضمي بتعمل كده يا جماعه، يصدر لك القولون العصبي كمشكله المشاكل وهو الخير، فتبدا انت عقليا ونفسيا ودوائيا وعلاجيا وصيدلانيا تمشي ورا القولون العصبي اللي هو ده اللي قدامك في الواجهه، وجوه في كارثه، في عمل ارهابي بيتم، اشي ورم، اشي جيوب قولونيه، في حاجة كارثية تحت مظلة القولون العصبي. من يستطيع أن يبين بقى هذا العمل الإرهابي اللي تحت مظلة القولون العصبي؟ أكيد المناظير، المناظير هي اللي تقدر تميز لك، تقول لك إيه استحق الحق يا عم، ده في مجرم داخل المجرم، في عصابة ورا العصابة، العصابة الأولانية هي القولون العصبي والمجرم هو القولون العصبي، لكن المجرم الأخطر هو الأورام والاشكال المرضيه سواء المناعيه او الدايفرتيكولوزيس الجيوب القولونيه. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور عمرو المستكاوي، استاذ الجهاز الهضمي والمناظير، الاستاذ بكليه الطب الاستشاري الجهاز الهضمي ودكتوراه امراض الكبد والجهاز الهضمي والمناظير، عضو الجمعيات الاوروبيه والامريكيه واليابانيه، واحد من الكبار في عالم المناظير. نورت وشرفت، وشرف كبير دائما، سعاده جدا باجي معاك والله، شكرا للدعوه، احنا اللي بنبقى شكرا للدعوه الكريمه دي. لا ده مبسوط جدا، اتمنى ربنا يكون حد استفاد من الحلقه بحاجه، مش بس المرضى ده الدكاتره استفاد. انت الحلقه اللي عدت قلت كلمه من ذهب في اخر الحلقه، قلت لو في حد يعني استفاد كلمه وكان خايف من زر راح عمل زر اكتشف حاجه، تمام بيبقى كفايه علينا كده. حقيقي ناس كلموني بعد الحلقه دي، تمام، ان هم اتجرأوا وعملوا مناظير وشخصوا كمان، فاتمنى من ربنا ان يكون حد استفاد. تمام، ومشكر جدا للدعوه مره ثانيه، اتمنى لقبول الدعوه ان شاء الله. قيمه علميه كبيره، الاستاذ الدكتور عمرو المستكاوي كان في الدكتور، خليكم مع الدكتور.